زمان كان الشيطان عشان يضحك على الناس يخش في صنم، يخش في حجر. وبكل أسف لما الناس عقولها استنارت بقت عارفة أن ده صنم ولا ده حجر، لا يضر ولا ينفع ولا لها أي لازم. داخل دلوقتي بأصنام أخرى بيضيع الناس بيها، صنم اسمه المال وصنم اسمه الشهوة. بكل أسف بكل أسف صنمين بيتخفى فيهم الشيطان ومحدش بياخد باله منهم. لو أنت هتمشي صح في الطريق اللي رسله ربنا وماله، أبونا إبراهيم كان غني جدا، دانيال النبي كان رئيس وزارة، يوسف الصديق كان مسلط على كل أرض مصر، نوح وأيوب كانوا أغنياء، يعني أعظم بني المشرق، نوح كان الأرض كلها بتاعته، كانوا أغنياء جدا ومكانتهم كبيرة جدا في السماء، مكانتهم كبيرة جدا في السماء. بس إيه؟ في النظام اللي خلقه ربنا، أنت بتشتغل في الطريق الصح وتعطي ما لأهل الله وما قيصر لقيصر، بتطلع الضريبة بتاعتك، بتدفع العشور بتاعتك لربنا، وبتساعد الناس وماشي صح وتنمو وربنا يبارك زي الفل. إنما للأسف لما الإنسان بقى يكذب من أجل المال، يكسر وصية الله من أجل المال، المال تحول لصنم. لما يحلف كذبة من أجل المال بقى بالنسبة للمال بالنسبة له صنم. إنك أنت أرضيت من أجل محبتك للمال كسرت وصية الله، ضيحت أبديتك من أجل محبة المال، ما ينفعش ما ينفعش. لما ياخد الرشوة على البريء، لما يغش، لما يسرق وياخد حاجة مش حاجته. كتاب قال لا تسرق، كتاب قال بعرق جبينك تأكل خبزك. إنما بكل أسف في ناس بقى عشان تحيد عن الشيطان يخين، للأسف ما هو أصبح صنم تاني، المال ده أصبح صنم تاني. يوم بقى ما تحلف كذب من أجل المال وتغش من أجل المال وتسرق، من للأسف تكسر وصية وتسرق من أجل المال. ولما يعني تاخد حاجة مش حاجتك، تاخد رشوة على البريء مش حاجتك، كده أصبح المال صنم وانت ما انتش داري، لأنك كسرت وصية من أجله، أغضبت ربنا من أجل هذا المال. للأسف الشيطان بيضحك على الناس، بيضحك على الناس، رغم أن ربي يسوع المجد حذرنا قال مش هتقدر تخدم سيدين الله والمال، مش هتقدر تخدمهم في وقت واحد. يا هتمشي مع ربنا يبقى تعيش في الطريق الصح وربنا هيبارك لك، هيبارك لك طالما انت ماشي صح. يا إما بكل أسف ناس كتيرة بتغضب ربنا من أجل المال وتضيع نفسها بقى خلاص، قلب عرق جبينك تأكل خبزك، ولا قلب سيفك، ولا أنك تاخد رشوة على البريء، ولا قالك أنك تكذب من أجل المال، ولا تحلف من أجل المال، ولا تاخد حاجة مش حاجتك، ولا تسرق تعب الناس، ولا تسرق تعب الأجير. ما ينفعش، ما ينفعش أبداً.